حياكم الله من جديد أحبة المشاهدين. طبعا كل الشكر للزميلة نور الجواهري لتقديم هذه الفقرة الجميلة، فقرة المطبخ. وصلنا وإياكم لفقرة يا هلا بالضيف بموضوعها الثاني. الموضوعنا الثاني راح يكون من حصة النساء، لذلك راح نتحدث اليوم بأناقة المرأة وجمالها وكل ما يخص هذا العالم مع ضيفنا اللي انضم إلى استوديو سماة زاغروس، خبير التجميل اللبناني عمر الشيخ موسى. حياك الله، اهلا وسهلا بك. يا اهلا وسهلا بك، شرفتنا اكيد. وانا جدا فرحانه لحضورك، لان مثل ما قال زميلي يعني ياسر انه الموضوع يخص النساء، فاني جدا متحمسه اليوم. طبعا بس بدايه احنا نقدم لك التعزيه لأبرف الراهن اللي مرت به لبنان الحبيب، وأكيد يعني يا رب يرحم الشهداء ويشافي الجرحى. أي نعم، إن شاء الله إن شاء الله الله يرحم الجميع، ونقدم لهم التعازي إن شاء الله. أكيد أكيد، إحنا كذلك نقدم لهم التعازي من خلال شاشتنا اللي هي شاشة زاغروس، البقاء لله، لكن شو سوي، هذا قضاء وقدر، الحمد لله والشكر الحمد على لله. كل حال إن شاء الله كله بيجي على مثل ما كان وبترجع تعمر بيروت إن شاء الله. إن شاء الله. طيب بداية أنا راح أسألك في اختصاصك. أوكي. أنه أنت الشعار والألوان مزبوط. والفرشة والأصباغ، هذا مثل ما يقول أنه هذا جوك، هذا ساحتك. مزبوط. أي أريدك بداية أنه أكيد أنتوا تعانون معاناة جدا من البيشنت أو الزبونة اللي تجي لك. مزبوط. مثلا على سبيل المثال أنا اليوم شعري أسود. نعم. أجي لك مباشرة أريد الدرجة مثلا من الشقارات اللي جدا فاتحة، أنت هسه بهاي الأثناء أنا أجي لك اليوم هيدي المشكلة عم نعاني فيها. أي شو رح تتعامل وياها؟ التعامل معك أنه الفكرة لما بدك تجي تغيري من الأسود للشقار فجأة مثل سحر ما بيمشي الحال، هي بتجي الشغلة ستيب باي ستيب. نعم. أوكي، أنه شو بيلبق لك، كيف بتغير لك شعرك، شو بيلبق لوجهك. حلو. اوكي، يعني انا مثلا اذا انت بالبالك الاصل ما في اجي اعمل لك قشر. نعم. اوكي، فهي مقتنعة زبونه، لا انا جاي اعمل قشر من اسود للقشر. حلو. فبحاول انا عزبونه اعمل لها شيء لا يلبق لها. مثلا في عندك الالوان المكة الدافيه شوي اللي في بقلبها لولايت، الالوان الفاتحه اللي بيكسر اللون المكة بشعرها لزبونه تدوي لها وجهها. نعم. على في اوقات في زبونات في بيض، في الابيض الباهت. اي تمام، هذا الابيض الباهت بدك تعرف شو بدك تعطيه له لون حتى تطفي هذا البهات بالوجه. في عندك الابيض الناعم الحلو، اوكي، الاسود كثير بالبقله، الشقرات، البيج، الزيتونيات، السلفرات، بتنشعطوا بالسلفرات هون ببغداد، كل شيء يحبوه كثير بيحبوه. وفي كثير عالم بتلبقله، بس كل زبونه لها شيء. اكيد عرفتي، بخصوص بعالم الالوان اللي نحن عم نشتغل فيه اللي هو بسموه تكنيك الوان. نعم. طيب استاذ عمر، اليوم المراه تتوجه اكثر شيء الى عالم التجميل، يعني ظنا منها انه عمليه التجميل تكون اكثر من الرتوش اللي ممكن انه يضيفها صاحب محل التجميل، فممكن انه تستغني عن عمليات التجميل تتوجه الى اضافه هذه الرتوش البسيطه كصبغ للشعر. اكيد طبعا طبعا، ليك جمال المراه خلق بشعرها بالفعل. اوكي، خلق بشعرها عن جد، والشعر كثير بغير بالمراه، يعني اوقات بتجيك وحده عندي لون شعر مش لبق لها ابدا، بس هي الفيس تبعها حلو، يعني الكيان حلو، الاساس حلو. حلو. فبتجي انت بتعطي لمسه صغيره لا شعره لا زبونه بتغير شكلها كلياته، فبتطلع لا بتعوز عمليه بالفعل، لا الانف ولا الخدود، هي فكره صغيره انه للشعر بتعطي لمستك فيها، وهي هيدي اللمسه صغيره يعني كثير هينه، بس في عالم بفكروها كثير صعبه، فهي نظريه بتصير. على وجهها لزبونه، تقاسيم وجهها، العرض، الطول، كل شيء له شيء. حلو. عرفتي يعني هيها. بتجيك زبونه مثلا شوي شو بيقول اللون الحنطي. اوكي، فالالوان الحنطيه، البشره الحنطيه ما فيك تعطيها غامق. نعم. لانه اذا اعطيتيها غامق ببهت لها بشرتها اكثر ما هي حنطيه. يعني بيعبقها. فبدك تكسري هذا اللون شوي. حلو. حتى يفتح لوجهها، يعطيها جمال لوجهها. نعم. لزبونه. نعم. طيب اكثر الزبونات اللي يجون مثلا انت اليوم صبغت لها شعرها، تمام، بصوره عامه من القصر ومراحل صبغ الشعر، اكيد الشعر هنا راح يتعب. صحيح. انت هنا لازم مثلا تقص الشعر شويه، تدرجه ممكن، تعتني بيه كل هذه التفاصيل، لكن اكو مثل ما نقول احنا زبونه عنوديه، لا لا تقص من عنده، انه لا ما اريد، ما يقبل مثلا زوجي بالبيت، هنا انت شو راح تتعامل ويا البيشنت العنوديه اللي راسها يا انا هذول بحبهم كثير الصراحه. ها يعني انت يعني خلق. انا العنوديه ليش بحبها؟ اي لانه هي بتيجي حاطه براسها شيء. نعم. وبدها تعمل هيدا الشيء، وانا بمشي معها للاخر. حلو. بس بشتغل مثل ما انا بدي. حلو. وانا بعرف انها حتطلع راضيه الست من تحت ايدي، وانا عم بشتغلها بقول لها حاعمل لك مثل ما انت بدك، يمكن
اغمق شوي هي حتطلعك حتتفاعل معي انه انا عارفين شو عم بعمل حلو. وهيدا شغلي لإلي وبالنهاية انا رجال وانت ست تحت ايدي فاقل شيء اني اهتم فيك واهتم بجمالك حتى تطلعي راضيه وتحسي حالك ملكه بقلب المحل اللي انت موجوده فيه اكيد عرفتي نعم. فهي بتصير القصه بس انه كيف بتوصلي الرساله لزبونك هي اللي هي الكلاينت تحت ايدي عرفتي شو مقصدي نعم. يعني بتيجي زبونه مثلا بتقلي يا عمر اعمل لي يعني شغله مثلا اعمل لي هيدا الشيء اوكي انا بمشي على اساسها بس بعمل اللي انا بدي اياه اللي هو بيلبق لها بس يجي الفينيشينج لا بتبين الابتسامه بتبين الكسره ايه بس الحمد لله دائما عم بتبين الابتسامه لانه انا طبيعتي كشغلي انا اشتغلت بالمانيا اشتغلت بفرنسا انا بحب الشغل الناتشرال اكيد الشغل الطبيعي حلو يعني هي المراه شو؟ المراه انه صد جمال يعني كيف بدي لك حلوه تكون على طبيعتها صح حلو الاوفر ابدا مش حلو بالفعل نعم. للمرأة حلو تكون عن عميتها تعطيها شيء حلو تمام تكون هي مظهرة يعني ما تبين كتير اوفر هذا الشعر المنكوش او الالوان الصارخة الالوان الصارخة كتير لا حلو تبين الست تبين شوي كلاسي تبين مرتبة حلو للمجتمع لألها هي مش لألها يعني أكيد. مظهرها يكون انيق اكيد فاذا بدك تيجي تعجقيها عليها حتبين كتير عجقة بالفعل وهذا الشغل العجقة خصوصا اذا وحده جايه اللي عندي شعرها تعبان بدي اعرف كيف بيتعامل معه ما هو كمان الكوفير مثل الحكيم بالضبط انا دارسها دارسها 4 سنين بالمانيا تخرجت منه معي شهادات فيها حلو وعم بشتغل فيها هلا على هذا الاساس عم بشتغل حلو. كل شعره بشعرتها بدك تعرف كيف بتتعاملي معه نعم من تقاصف من الحرق من كل شيء حلو. طيب استاذ عمر هو الموضوع يعني طبعا مو بس موضوع الشعر مزبوط. ممكن انه تقبل عليك احد الزبونات تطلب منك انه يكون حاجبها تاتو بهذا الشكل او ممكن اضافه فيلر او البوتوكس لمناطق بالوجه ممكن انه انت ما تقدر تقنعها انه هذا الشيء ما راح يكون جميل او يناسبك مزبوط بس انت يعني شنو الحل اللي تتخذه لما يصرون عليك او يلحون عليك على ممكن عمليات او امور انت ما مقتنع بها وكذلك هي غير يعني غير لائقه لشكل الزبون نعم الفكره لما تيجي الست لعندي وبدها تعمل يعني شيء معين لها انا اقول على الحاجب مثلا كي مثلا هي وجهها من هون جاي شوي مطول فالحاجب تبعي بتيجي تطلب بدي اياه شوي قاشط من هون طبعا نحن اذا قشطناه لكل حاجب لما انت وجهك مطاول قشطنا لك الحاجب حتبين عينك على خدك فهمت ما قصدي؟ فبحاول انا انه لا بدك تعلي الحاجب شوي يعني طول ما انت تعلي طول ما تعطي عرض لوجهك يعني هو جاي بالطول بس تعرضي الحاجب بيعطيك عرض لوجهك بيعطيك جماليه اذا نزلتي حتبين عينك قاشطه في منهم بيقتنعوا في منهم ما بيقتنعوا بس انه ثلاث ارباع العالم اللي عم يجوا لعندنا الحمد لله عم يكونوا مقتنعين لانه عم يشوفوا الشغل شو هو هلا انا الحمد لله مني انه اشطر واحد بس انه انا بعالم التجميل انا دارس فيه وبعرف فيه والحمد لله وكل الكلاينت تحت ايدي عم يكونوا مقتنعين حلو هذا عالم التجميل والاناقه يعني هو يمكن يعتمد على الذوق صحيح قبل كل شيء مزبوط يعني انت هسه حالك حال ممكن الفنان حالك حال انه الرسام صحيح اليوم اجتك عروسه يعني مثل ما نقول اليوم هي ليله العمر ايه. تريد تطلع برنسس يعني باجمل طله ايه. باجمل تطلع ملكه المهم تطلع ملكه عافية راح تجيك اول شيء هي متوتره وهي قلقه وهي ما تعرف ايش تختار وشنو المكياج وشنو طبيعه الشعر ممكن راح تجيب لك البوم من الصور مزبوط بالضبط هذه اريد مثل هذه مكياج فانت هنا شلون راح مثلا تمتص هذا غضبها وهذا التوتر شلون راح تقنعها شلون مثلا راح توصل انت وياها النتيجه نهائيه اوكي هلا هيدي فكره كثير حلوه لما تيجي الست هي اصلا جايه موتره وجايه معصبه ف بوصل بستقبلها لزبونه اوكي يعني بقلها ارتاحي اشربي قهوتك خدي راحتك اعملي اللي بدك اياه اعتبري حالك ببيتك حلو اوكي هلا هي هون حتبلش ترتاح مع فنجان قهوه حتروق تمام من بعدها بنجي بنحكي بالفستان هو الفستان اللي بيعطيني الشكل للشعر اللي بدي اعمل له اياه انا عرفت؟ يعني مثلا فستان في عندك كذا فستان فيها تشوفه بتنقي اللي بدها اياه الخصر العرض تمام الكتاف كيف بدهم يكونوا في منهم ما بيحبوا الكتاف مفتوحين في منهم بيحبوا يكون كله مغطى الشعر نازل بطريقه حلوه تمام يعني نعطيك كذا فكره لزبونه حتى تحس حالها عن جد هي ببيتها حلو. يعني مثلا بتقول لي عمر انا بدي هيك اوكي تكرم عيني
يعني بضلني ماشي معها للاخر حتى تطلع هي راضيه وانا راضي بشغلي اكيد، لانه هذا بالنهايه اسمي، حكون انا راضي وهي راضي وحتطلع مبسوطه كثير من المركز باللي هي بدها اياه وفكرتها هي حلو مثل ما هي بدها بس على شغلي انا. حلو نعم تمام تمام. طيب استاذ عمر، اليوم حتى الملابس هي تعتبر من اناقه المراه. نعم. مو بس الموضوع انه يكون عن عالم الجمال فيما يخص التجميل والمكياج والميك اب، لذلك اليوم كيف يكون اختيار اللون وفق لون البشره، لون الملابس، لون الملابس يكون البدله او الملابس اللي تحضر بيها حفل زفاف او ممكن عقد قران او غيرها؟ اوكي، انا هحكيك على فستان السهره. فستان السهره بتعرف فساتين السهره بتتضمن شو بدك فيه الوان موجوده. مزبوط. هلا بتجيك الست يعني مثلا الاحمر ما بيلبق لها، بدها تلبس احمر. اوكي، فبحاول غير رايق، اقربها شوي على الـ على الـ الـ البيبي بلو اللي هو الزراء الفاتح. حلو. تمام، حتى يعطيها جماليه لها بالفعل، لانه يعني الاحمر اذا بتلبسه حيغير لها شكلها كلياته. صح، مو انت لا تنسى هسه النساء اغلبيتهم بالحفله شو يختارون؟ اما احمر اما اللون الاسود. ايه. بحيث تشوف كانه زي موحد. ايه مزبوط. فانا عم بحاول غير الصوره شوي. ايه. صعبه اليوم من واحد يرد يكسر القاعده. صحيح. ايه. مزبوط، بس انا اللي عم شوفه، انا الي زمان ببغداد، واللي عم شوفه بغداد الحمد لله عم تتطور بالموضه كثير. حلو. وعم تتخطى دول كتير. أه. بلا ما نسمي الدول هن. نعم. شو هن، بس عم تتخطى دول كتير بالموضة. حلو. بالتجميل، بالشعر، بالفساتين، وهذا الشيء عن جد بيكبر القلب. أكيد. انا كوني لبناني انا عم اشتغل ببغداد. أه. وانا شغلي ببغداد وانا كتير مبسوط ببغداد حبيبتي، وانا مبسوط فيكم كلياتكم، وبغداد امي الثانيه الحمد لله، وشكر ما اهلا وشعبه وكلياتهم. اكيد احنا بلد واحد حبيبي. فبعالم الموضة حلو نوصل فكرة كتير حلوة للشعب، انه نحن كشعب عراقي تمام وشعب لبناني والدول العربية كلها، انه نحن ايد وحدة، وبغداد عم تطلع ان شاء الله، بغداد عم تطلع بطريقة فظيعة. يعني انا ببيروت وعم بسمع، واهلي بالمانيا عم بسمعوا عن بغداد، بعالم الموضة بغداد عم تطلع، وهذا الشيء كتير حلو، انا هذا الشيء كتير بشجعه. مش الفكره انه اذا الست عم بتظبط حالها هذا منه غلط ابدا، في منهم بياخذوها بناحيه انه لا وكيف وليش، لا بالعكس، ما نحن كلياتنا اخوان، كلياتنا عم نشتغل بطريقه حلوه حتى نكون بعضنا. نعم. حتى نعمل هذا الشيء ونفرجي الحضاره للعالم. صح. وبغداد فيها حضاره من يوم ما فيها حضاره. بالفعل. بس هلا لبلشت تبين. نعم. مزبوط، على فضائيات والعالم بلش تشوف بغداد، واللي انا عم شوفه يعني واصل لمرحله كثير حلوه بغداد. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. اكيد يعني بغداد من توصل لهاي النتيجه اكيد بوجود شبابنا وشاباتنا، بوجود هاي الايدي ان شاء الله، دائما بغداد الى الامام الى الامام، وان شاء الله مزدهره باهلها وبناسها، وكذلك كل البلدان العربيه ان شاء الله ماكو فارق، ونتمنى الامن والامان لبنان ولكل الدول العزيزه. نعم. نعم، هسه احنا نتكلم عن التاتو. عن التاتو. تاتو الحاجب. أوكي. كثير من النساء أنا أشوف التاتو مع الحاجب مموالم شكلها. نعم. من ناحية الرسمة ومن ناحية اللون. طيب إحنا نعرف إذا أنت تيجي اليوم تريد تزيل مثلاً التاتو القديم. أوكي. يراد له جلسات. صحيح. وإذا كانت مسبقاً الجلسات اللي كنتوا تضيفون يمكن المادة البيضاء، لكن مزبوط. هذه أنا أشوفها تشوه الوجه يعني مو حلوة. مزبوط. هسه بدت أكو مادة جديدة. اليوم أنت مثلاً شلون تتعامل ويا البنيه اللي مثلا تجي لك مشوهه، خلينا نقول مثلا حاجبها، او تجي لك مثلا بيشنت اليوم جايبت لك رسمه واريد هذه الرسمه، اريدك ترسم ليها، بس هي ما لايقه عليها لا من ناحيه الرسم ولا من ناحيه اللون، شلون تتعامل وياهم؟ تمام، هلا في منهم بيجوا بيعملوا التاتو العادي، هو التاتو العادي عباره عن شقفة واحدة ملزقتيها على حاجبك. عدد لي الأنواع هسا الموجودة. أوكي. عندك الحاجب العادي، عندك الـ 3D، عندك الـ 4D، وعندك الـ 6D. حلو. هن هيدول اللي بتضمن تبين إنه حاجبك طبيعي، شعرها 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 شعرها. الـ 3D بيجي شعرها شعرها بس مش مثل الـ 6D، مش كتير دقيق. تمام؟ اللي بدها تعمل تاتو أنا بنصحها للست اللي بدها تعمل تاتو، لو بدها تدفع شوي زيادة، بس هذا الشيء للمدى العمر لقدام. وقت بتيجي تعملي تاتو عادي على وجهك حتبين انه انت راسمتيه بالقلم. بالفعل. ايه ما حيبين صبغه حلو. يعني ايه كانه صبغه صابغتيها، بس اذا بتعملي 6D، 6D عباره عن يعني بتبين كانك تقنيه، كانه شعر تقنيه، كانك ايه رسم كثير حلو على الحاجب مثل ما نقول من الفراغات. ايه من الفراغات بتبين انه كانه في شعر مش كانه في تاتو. صح. عرفتي؟ فهيدي هي عباره ال 6D لزبونه. أه. فاللي بتيجي بقى تعمل شقفه وحده
بحاول امنعها يعني، بتعب مع الزبونه بس بنوصل لنتيجه بالاخر. الالوان شنو الالوان اللي دائما انتم تخبطوها بالتاتو؟ يعني ابتعدتوا عن الاسود؟ لا ما زلتوا انه تستخدمون السواد؟ الاسود تستعمليه بتحطي معه البني الغامق حتى يكسر اللون. حلو. لانه اوقات في بشره ما بيوالم عليها الاسود. اي نعم. وفي بشره فاتحه ما بيوالم عليها البني. اي نعم. فبدك تعملي خلطه حتى تعطي اللون المضبوط للبشره، لانه اوقات في الوان تضربيها على الحاجه بتضرب على خضار. اي بالفعل. هاي ليش هاي تضرب على خضار؟ لانه هيدي البشره اللي هي الست عندها اياها، الماده اللي عم تستعمليها انت هي مش منها منيحه، هي كثير منيحه بس على بشرتها هي بتقلب على خضار. عرفتي؟ فهيدي هي الفرق. يعني ليش بيعملوا بالإبرة؟ بياخذوا فحص الدم. أي نعم. وشو الجينات تبع جلدك للزبونة؟ عرفتي؟ أي نعم. فبياخذوا الجينات، بتاخذ لعشر دقائق الفحصية. أي نعم. وعلى هذا الأساس بنحط المواد واللون للبشرة تبع الزبونة حتى ما يقلب عندها خضر، حتى يعطيها لون حلو. حلو. طيب شنو علاقة البشرة الدهنية بالتاتو؟ البشره الدهنيه أي يعني بالتاتو. دائما انا اسمع مثلا انت بشرتك دهنيه فانه ما راح تمتص ممكن اللون او تحتاجين اكثر من جلسه يعني. لا هذا مش مزبوط. هذا مش مزبوط الحكي، انه نحن فينا كثير نعطي خطوات وناجلها لزبونه ونبعدها كثير. هيدا بتصير قصه المكان اللي انت فيه والمصداقيه، هي في قصه مصداقيه بالضبط. يعني ما لها دخل طبيعه البشر. لا ما لها دخل ابدا. لا بتيجي الست بنهار واحد بيكمل حاجبها بتطلع مبسوطه وراضي كليا. حلو. بس الا اذا حدا بده يدفع ثلاث اربع مرات. اي ممكن. فهيدي بتصير بس مصداقيه. بس هذا الحكي ما في منه انه بترجع بعدين. هلا ممكن بعد سنه بتحب تجدد هي. فيها، لانه اجباري يفتح نكز اللون بس. أكيد. مستحيل يقلب على خضار. بس على جلسات لا، هيدي مش مزبوطه. نعم. طيب عمر، خلينا نتحدث عن تركيب الشعر، شنو هسه اللي وصلتوا إليه في عالم التجميل فيما يخص تركيب الشعر بالطرق الحديثه؟ اوكي، هي بلشت خطوات عن الاكستنشنات اللي هي من القطع، رجعوا بلشوا الخيوط اللي بتخيط بقلب الشعر، ورجع طلع شيء اسمه كوكيز. تمام. الكوكيز في منه كذا نوعيه، في الكوكيز العادي وفي الكوكيز الثري دي. الثري دي بتضمن عن انه بقلب الشعره في شيء اسمه شعر جذور، فبس تتركب شعرة الكوكيز مستحيل تبين على الشعر الطبيعي. حلو. فبتوالم مع بعض، بتركبوا بطريقه كثير حلوه. تمام. هن بيجوا خصل. اوكي. حسب هي زبونه شو بدها، اي لون، كل شيء له شيء. في عندك تقريبا فوق 30 لون كوكيز، من الشقار للسواد، كل الالوان موجوده. تمام. وفي انواع. بس هذا الشعر اللي تستخدمه طبيعي ام صناعي يكون؟ لا طبيعي. طبيعي. هو اصله استرالي هذا الشعر. أي. هو في عندك ستيب، عندك باب اول، باب ثاني، وباب ثالث. حلو. فانا الباب الاول بستعمله والباب الثاني بستعمله، فبتعرفي في العالم يعني في عالم بتقدر تدفع هي، في عالم بتقدر تدفع هالقد. طيب انت هذا الشعر من تجيبه للزبونه انه انت تقول لها بكل مصداقيه هذا باب الاول، هذا الثاني، انت اختاري على أكيد. هذا الاساس اختاري. فأس انا بنصحها على باب الاول اكيد. فدائما لازم تنزلي شيء شوي اقل. نعم. للعالم مش قادره كثير. صحيح. عرفتي؟ وهن اصلا مش غاليين. مش غاليين ابدا. طيب. وحلو الواحد يكون شوي صادق مع العالم. نعم. تمام. حتى تلاقي في قبول. صحيح. حتى الست ترجع، يعني اذا اجت ست وطلعت مبسوطه حتجيب 10 معها. اكيد. مزبوط ولا لا؟ أكيد. اهم شيء المصداقيه بمصلحة. نعم. نعم. بس هذا الخصل اللي انت تحشي عليها مو تسحب الشعر الطبيعي وتقطعه مستقبلا؟ انه صعبه اليوم، شلون تعتني به، شلون تسحبه، شلون تمشطه؟ انا رح اقول لك، اذا هي الخصله منا مزبوطة ولزقتها منا مزبوطة أكيد بدها تقطش الشعر. إذا أنا جايب مثلا الخصل بعشرين دولار، فرق ما جيبهم أنا بسعر غير. عرفتي؟ في فرق، لأنه اللزقة هي اللي بتفرق. لأنه إذا أنت مش جايبتها أوريجينال للخصلة ومركبتيها لزبون أكيد حتقطش للشعر. لأنه هيدي اللزقة خصوصي للشعر، فطلعوا منها تقليد، فبس لزقيه على الشعر أكيد حتقطش الشعر. ونحن بنجيبها على كفالتنا، لأنه يعني أي شيء بيصير لزبون إذا وقعت منا شعرة نحن بنتكفل فيها. حلو. طبعا أنا بدي أحكي عن الخصل يعني عن تجربة شخصية، إنه أنا خليتن الشعر الطبيعي مالتي بدا يتجمع فوق باللزقة، عرفت؟ ما هي هيدي مش لزقة للشعر. هيدي الفكرة. حلو. يعني هلا بتجي لعندي بركب لك بتفلي، حتى العالم كلياتها بتشوفك بتقول هذا شعر الطبيعي، هذا هي هيدي هي. حلو. هيدا الفرق. سوت لي واحد صراحه اخلي كم خصله، لان شعره اسود فمستحيل انه اغيره، بس ممكن يعني كم خصله الوان منه ومنه فينا. بس انا شايف شعراتك حلوين. شكرا جزيلا. ميك اب كثير مرتب، كثير كلاسي، فكلك على بعضك حلوه.
عن جد يعني شكرا جزيلا. يعني الميك اب كثير جاي على وجهك لانه انت جاي وجهك مدور شوي مربع من تعب فمت ناس اكل لك سوا. طيب وانا ايش يحتاج لي يعني؟ انت ورده. انت ورده. طيب هسه احنا وصلنا خلينا نتكلم عن الاظافر شوي يعني اذا سمحتوا لي لان مساله الاظافر جدا مهمه. فنريد نتكلم انه عن الاكريليك وكذلك عن الجلش او الجلش. اي نعم. فاشرح لي هذا شنو وهذا شنو. الجلش ما انه دائم، الجلش بتعمليه بعد اسبوعين بينشل. بعد اسبوعين ينشل؟ بعد اسبوعين. اللي هو الصبغ الدائمي؟ اللي هو الصبغ الدائمي. طيب انا حلو يعني صار له شهر مقاوم وياي. كثير منيح. يعني شوف هو المفروض اسبوعين يعني ينتهي، مزبوط. لكن انا شهر بعده مستمر يعني حلو ما شاء الله. كثير مرتب. والاكليريك اللي هو دائمي كل ثلاث اشهر بتجددي. بس انا يعني اوكي انا بحب الاكليريك. بس ما بنصح الستات فيه كتير. يعني الجلش بحسه احسن طبعا. الاكليريك لانه بضلهم يبردوا فيه للضفه فبصير كتير رقيق. نعم. فبصير تاذيها ايديها لزبونه. نعم. فانا بفضل يا اما هي تطول ضفيرها تهتم فيهم تاخذ فيتامينات لجسمها حتى يقوى الضفر عندها. حلو. عرفتي هو الطبيعي حلو اجمالا اكيد بالحياه. أكيد. عرفتي والجلش كتير منيح. ما بيأذي الضفر مثل الاكليريك. يعني يخلصنا من شغله جدا مهمه ومزعجه هي تصبيغ الاظافر يعني. مزبوط. تعرف شغله جدا مزعجه. عندك اسبوعين ثلاثه 100% وبيضلوا اصابعك مرتبين. حلو. بس اهم شيء الماده. اي لانه اذا ما كانت الماده منيحه بتعمل لك مثل تشوهات بالضفر. اها عرفتي يعني بيورم ضفرك. نعم. وبيصير عندك مشاكل. حلو. طيب أريد نصيحة أخيرة. أنا. للنساء وللرجال بصورة عامة ومن طبعاً بعدها. طبعاً أنت ما خليتي لي شيء لأنه الموضوع. لا اللعبة لعبتنا. ما دام لعبتكم استمر يلا. لازم نستغل اليوم. أي نصيحة أخيرة. نعم. نصيحة أخيرة للنساء. أي النساء. أوكي. رجال ما بيها شيء خفيز علي أسرع. لا بالعكس. هي هو جمال للكل. أكيد. فالنصيحة الوحيدة اللي بقولها إن كان نساء أو رجال. انه يهتموا بالجمال الطبيعي. حلو. ما يتصنعوا. نعم. يعني الست ما تتصنع، الست تكون على طبيعتها، على جمالها، تشوف شو بيلبق لها، تمام؟ وتشوف يعني خلص انه انا موجوده هون، ما في يكون مكان حدا تاني. صح. خلص انا مثلا انا فلانه الفلانيه هيدي انا. حلو. عرفتي؟ يعني ما تتقمص شخصيه غيرها، تتقمص شخصيتها هي، تمشي على طبيعتها، تكون ناتشرال. وساعتها ما بتكون الا راديو مبسوطه. حلو. شكرا جزيلا. طيب عمر نورتنا بتواجدك ويانا اليوم وشكرا لكل المعلومات اللي قدمتها للمشاهدين. اكيد نتمنى السلامه للبنان واهلنا وناسنا هناك ونتمنى انه ترجع الايام الحلوه ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. شكرا جزيلا لك واكيد انت شرفتنا واحنا استفادينا كثير من معلوماتك. شكرا جزيلا. استمرين معكم احبتي المشاهدين. ننتقل الى فاصل وبعدها راجعين.